السلام عليكم، معكم شادي العبادي، وبهذا الفيديو حنحكي عن آخر ألبوم نشرته فاقة أوفنتلاند. للي ما بعرفها، هي فاقة ميتل وتعتبر أشهر فاقة هيفي ميتل موجودة في منطقة الشرق الأوسط. والسبب شهرتهم مش بس إنه موسيقتهم بتحمل معاني وكلمات مليئة بالسلام والحب، بالذات لأصحاب الأديان الإبراهيمية الثلاث، وكمان رسالة حب كمان للناس بالشرق الأوسط، بل هم كمان يعتبروا مؤسسين ما يعرف بالميتل الشرقي أو الأورينتال ميتل. عملت فيديو كامل عن هذا الموضوع، ممكن تشوفوه إذا بتحب. وكمان أنا عملت كمان فيديو بالسابق عن المغني الأساسي بهذه الفرقة كوبي فاحي، هاي الفيديو هنا إذا أنتم بتحبوا تشوفوه. المهم، يعني اليوم حنحكي عن آخر ألبوم لهم اللي هو اسمه Unsung Prophets and Dead Messiahs. الألبوم هذا من أول من نشر سنة 2018، وأنا لحد هسه بسمع فيه. الألبوم بشكل عام بناقش كثير قضايا، زي مثلا قضية التحكم بالوعي الجمعي أو الإعلام، وبيستعمل كمان كثير شغلات أو تشبيهات من بعض الأشياء اللي كتبها أفلاطون. ببلش المهم الألبوم بأغنية اسمها The Cave. الأغنية هاي اللي بتبلش بأول الألبوم بتحاول تشرح شكوك البطل في الأغنية. فحسب القصة الموجودة بالألبوم، الشخص اللي هو البطل، وكمان في اثنين أعتقد أنهم إخوانه بالألبوم، الأشخاص الثلاثة هذول بكونوا طول عمرهم انولدوا بكهف، ومفكرين أنه هذا هو الكهف، هو كل العالم. فبلش البطل تاع الكليب بالشكوك، وبلش يحاول يطرح هاي الشكوك على اخوانهم. فتخيل انت انه انت مثلا تنولد بكهف وتفكر انه طول عمرك انه هذا هو كل العالم، وتشوف كمان اخوانك اللي هم بس الناس الوحيدين انت بتعرفهم بيحكوا لك انه هذا هو كل العالم. من هون بلشت الشكوك تاعت البطل، وبلش يشك انه مستحيل هذا هو يكون العالم فقط اللي هو الكهف اللي احنا انولدنا فيه. فهو المغني يعني اعتبر انه بالبداية انه الكهف هذا زي كأنه سلاسل، اذا صح التعبير. وطبعا زي ما حكيت انه بيظل يحاول يطرح الشكوك على اخوانه، واخوانه طول الالبوم بيظلوا رافضين انهم يسمعوا له، لانهم بيعتقدوا انه يعني هذا الاشي اللي احنا تربينا عليه هذا هو الصح، هذا مستحيل يكون اي اشي ثاني صحيح. وعلى فكرة هاي الشغلة احنا بنشوفها كثير، بالذات في المجتمع الشرق الاوسط للأسف. فكرة انه احنا مثلا انه اذا مثلا في عادات وتقاليد مثلا ثبت انها متخلفة، في ناس بفضل يضلوا عليها حتى لو احنا مثلا شككنا فيها ممكن مثلا يقتلوه. ولازم كمان انوه اني اعتقد انا شخصيا انه هاي الفكرة اللي هي كيف فكرة الكهف وهذا الحكي، انه هاي نفسها الكهف اللي تكلم عنه افلاطون. فمثلا اللقاء مثلا روايات مثلا زي عالم صوفي مثلا لما تكلمت عن افلاطون، أفلاطون كان يتكلم عن فكرة الكهف هذا، فممكن هم اقتبسوها من هون. بغض النظر عن هذا الاشي كله، الأغنية الأولى كانت كافتتاحية اشي جدا ممتاز، وبتشرح لك نوعا ما شكوك البطل اللي احنا اصلا بنشوفها كل يوم بالشرق الأوسط. أما الأغنية الثانية We Do Not Resist، الأغنية هاي نوعا ما عنيفة كثير، يعني نوعا ما هي ممكن نحكي ثاني أعنف أغنية بالألبوم كله، وبتستعمل نوعا ما نوع الميتل هذا جامد، مش زي الأغنية الأولى مثلا هادي شوي، لا هاي فعليا للناس تعون المتل بيحبوا المتل. الأغنية نوعا ما كانت فيها كثير إسقاطات سياسية على مثلا الناس أصحاب السلطة، مثلا أصحاب الإعلام، أصحاب السلطة كيف بتلعبوا بالناس بأسلوب جدا بسيط وبكم دقيقة. وطبعا هو حاول يسقط هاي البرمجة والسيطرة العقلية وهذا الحكي كله على اخوان البطل بالاغنية. فممكن نحكي انه هاي الاغنية بالذات بتمثل نوعا ما غضب او غضب بطل الالبوم، اللي هو مثلا مش مصدق انه كيف اخوانه ما عندهم اي شك بالاشياء اللي هم اصلا تبرمجوا عليها من قبل ناس اعلى، اذا صح التعبير طبعا، من سياسيين، من اعلام، من. وطبعا ممكن اغرب شغلة ببلش فيها الالبوم هي كلمة المجد للشيطان معبودة ياح، وطبعا هي واحدة من القصائد اعتقد لواحد اسمه امل طوقان اذا ما خاب ظني. حتى يعني هذا الشخص، يعني انا سمعت القصيدة تاعت المجد للشيطان معبودة ياح هي كاملة، فعليا حتى هي بتحكي عن الظلم، وانه مثلا الشخص اذا مثلا كان مختلف مثلا يعدم او يقتل. يعني بتصحكم كمان تسمعوها. يعني الخلاصة، الاغنية الثانية بتتكلم فقط عن غضب البطل وعن عدم استيعابه كيف اخوانه راضين بالخضوع وبالظلم. وبعدك استشهد بسباتكس اذا صح اسمه اعتقد، اللي هو اصلا قائها امل طوقان، اللي هي اصلا بتتكلم برضو عن بطل الظلم ومش عارف شو، بعد هيك قتل.
الأغنية الثانية على عكس اللي قبلها هي نوعا ما أهدى نوعا ما صوتيا وكلاميا حتى، وهي نوعا ما خلينا نحكي بتنتقد الإعلام وكيف مثلا أنه بصدر مثلا الأشياء التافهة وبيخليك مثلا تشوف الأشياء يعني التافهة بس الإشي المهمة بيخليك تشوفه. يعني مثلا نفترض مثلا أنه في مثلا أطفال بيعانوا مثلا بمكان معين، انت في الغالب مش هتكون تعرف عن هذول الاطفال، ولكنك هتكون تعرف مثلا عن مؤخرات كيم كارداشيان مثلا، وهو حكى على فكره هذا الكلام كوبي فاحي بواحد من لقاءاته لما شرح الالبوم. فكمان هذه الاغنيه هاي بالذات كمان تشرح كمان يعني الاشياء، يعني مثلا او خلينا نحكي او نفترض انه نقاش بين البطل وبين حاله، انه ليش انا مثلا مختلف، كيف مثلا الاعلام مثلا بصدر هاي الاشياء مثلا بتخلي الناس دائما يعني بتنشر الاشياء الكاذبه، مثلا اعلانات كاذبه، القضايا المهمة مثلا بتبعد عنها، أشياء زي هذا المعنى. يعني ممكن نحكي إنه هنا هو فقط نقاش بين البطل وبين حاله حول إنه يعني ليش أنا مختلف، وليش هم مخاضعين مثلا للإعلام، ليش هم مثلا خاضعين إنه مثلا ما بدهم يشوفوا الدنيا وهكذا. الأغنية اللي بعد هيك وهي أجمل أغنية بالنسبة إلي بالألبوم هذا وأكثر أغنية فعليا أنا عدتها، لأنه عن جد بحس حسيت أنا شخصيا بتعبى عني كمان. المهم بالأغنية هاي اللي هي بعدها لا أعتقد اسمها The I Know أو إشي بهذا المعنى، صدقاً هي اسم الأغنية مش متذكر صراحة اسمها، ولكنها بما معنى إنه هو يعلم أو إشي زي كذا. المهم يعني الأغنية هاي بالذات هي كانت أحسن أغنية، لأنها فعلياً بتحكي إنه فعلياً البطل فك الأغلال اللي عليه. حتى الأغنية بتحكي إنه مثلاً في أغلال وإنه كان دائماً يصلي وإن السماء تبكي، وإنه يعني بدي أقوله بهاي الأغنية إنه فعلياً كل القيود اللي كانت تحكم البطل وكل الشكوك اختفت، وهو هسه يعني زي ما بيحكوها حار تماماً إنه يعمل بده إياه، وإنه كمان حطم جميع الاعتقادات السابقة عنده اللي كانت تحكمه، لما مثلاً زي ما حكينا قبل شوي إنه الأغلال تكسر، فهي الأغلال بتمثل خلينا نحكي العادات التقاليد بل حتى الدين، هو كلها كساها، وفعليا هسه هو صاحة وصار انه يفكر لحاله. الأغنية اللي بعد هيك هي برضو هادية وهي كمان باللغة العبرية، وكانت تستعمل كثير أدوات بيستعملوها خلينا نحكي اليهود مثلا بصلواتهم زي المزامير مثلا. المهم يعني هاي الأغنية بتحاول تشرح انه مثلا البطل هي كأنها زي عتاب من البطل تاع القصة للإله انه ليش يتركه مثلا، فهي ممكن نحكي انها عتاب للإله، وهي نوعا ما اسقاط لشخصية يهودية اسمها استيرا، وهي فعليا واحدة من ملوك اليهود المذكورة مثلا بالكتاب المقدس بالعهد القديم اللي أنقذت اليهود وكانت ناجابها. فالفكرة يعني من هاي الأغنية ببساطة شديدة إنه البطل قاعد بدعي للإله تاعه وبطلب المناجاة منه، بسأل إنه ليش ما ساعدتني ببساطة. يعني الأغنية الثانية بتحكي عن خروج البطل من الكهف، وزي ما حكينا بالسابق إنه في بعض الأغاني تكلمت عن السلاسل اللي هي سلاسل الفكرة وهاي الأشياء، فهو بعد ما تخلص من السلاسل الخاصة بالفكرة وهاي الأشياء ظلت فقط السلاسل الجسدية. السلاسل هاي بهاي الأغنية تسقط، والبطل هنا بيطلع وبشوف لأول ما الشمس، وبكون طبعا يعني زعلان إن على أخوانه إنهم كمان يعني على فراقهم بكون زعلان. وطبعا أول ما يطلع من الكهف بكونش قادر أشوف كويس، لأنه هاي من سنين هاي أول ما بشوف الشمس بحياته وكان شي جديد عليه، ولكن مع الوقت تتعود عينه عليه. الأغنية الثانية Like Morpheus، الأغنية هاي فعليا أول ما نزلت أنا حاولت أنشرها على الفيسبوك لأنها كثير عجبتني. الفيديو كليب كمان عمل مشاكل أول ما نزلت، لأنه كان يحتوي على وحدة محجبة، وطبعا هاي المحجبة كمان هي أغنية مغنية إسرائيلية اسمها إيثل، أنا متابعهم كمان. بغض النظر عن الكليب اللي كان فيه واحدة محجبة وما محجبة، وكان مثلا بيحاول ينشر صورة انه مثلا اليهود والمسلمين واحد ومن هذا الحكي كله، الاغنية نفسها حلوة وفيها كثير اسقاطات لبعض الاساطير بالميثولوجيا، زي مثلا اسطورة مورفيوس اللي ساق النار مثلا من زيوس وبعدك اعطاهم للبشر، طبعا بعدك اتعذب وطلعت عينه بغض النظر عن هذا الحكي. بس الاغنية هي حلوة، يعني انها بتحكي عن البطل انه يعني بتشبهه بمافيوس، اللي مافيوس أخذ النار مثلا نار العلم وأعطاها للبشرة مثلا، فهون البطل كمان بده يأخذ أو يحكي لأخوانه الأشياء اللي هو شافها. فقاعد بالأغنية يحكي عن إنه كيف طلع من الكهف وكيف مثلا حس وكيف عمل. فأنا أعتقد شخصيا إنه هون الأغنية بدأ بتطابق مافيوس بالموضوع، إنه البطل بيحاول يحكي لأخوانه اللي هو شافه، وهو زي ما مافيوس أعطى النار للبشرة
البطل بيحاول يعطي الحرية لأخوانه. الأغنية اللي بعدها ما فيها فعليا كلام ولا إشي، هي فقط مجرد زي ما بيحكوها استراحة بسيطة هيك هادية عشان ترتب الأفكار مع بعض، ولكنها فعلا مناسبة للجو تاع الألبوم بشكل عام. بعد كل الأحداث اللي صارت من التخلص من الغزو الفكري والتخلص من القيود اللي على البطل ومن هاي الأشياء كلها، فإحنا فعليا مش نحتاج لفاصل خفيف مع هاي الأغنية البسيطة عشان الإنسان يقدر يرتب أفكاره. فكانت يعني شيء موفق جدا. طبعا بعد كل الإصابة بلش الألبوم يأخذ نوعا ما تدريجيا الأسلوب الأعنف شوي، وبلش بعد هيك الأغنية اللي بعد هيك نوعا ما تحكي عن التحول الدرامي بشخصية البطل. حتى التشبيهات الموجودة بهاي الأغنية يعني نوعا ما بتعبر كثير عن أشياء، زي مثلا هو قال بالأغنية أنه زي نقطة المطر، المياه اللي هي سبب في الحياة، فتخيل لوين. ولكن مع أنه هو المطر ومع أنه هو طبعا مسبب الحياة، هو بنزل على الأرض قاحل قاعد، يعني هو نقطة المي وإخوانهم من الأرض القاحلة إذا صح التعبير. هو طبعا هسه هو يعني خلص خلص من القيود وصار هو حار طبعا وخلص من هاي الأشياء كلها، ولكن ما هيك هو بده يوصل الفكرة لإخوانه، ولكن المشكلة هو مجرد نقطة مي في أرض قاحلة حيختفي بسرعة وما مش حيقدر يعمل. بعد هيك الأغنية اللي بعد هيك طبعا بتحكي عن الإحساس اللي كان يحسه البطل أول ما طلع من الكهف، فهي بتقول لك انه في فعليا كان الاحساس تاع البطل انه زعلان على اخوانه، انه ما مش قادر يستوعب فكره انه هو عايش بنعيم ويتركهم هيك. فطبعا يعني بيظل يحاول زي ما حكينا قبل شوي، واللي حيصير فيه انه كل محاولاته حطوه على الفاضي. وطبعا حتى بالاغنيه في تشبيه للسيد المسيح، انه حتى المسيح حاول ينقذ الناس او حاول ينقذ اليهود وما هيك تم قتله بالنهاية بحسب المعتقد المسيحي طبعا. وكمان هاي الأغنية كمان بتصور نوعا ما الظلام بسبب الجهل اللي صاب الكهف هذا، وانه قديش هم عايشين فعليا بسوداوية وبظلام وبجهل وتخلف، بس كل هذا عشان ما رفضوا التفكير خارج الكهف او خارج الصندوق اذا صح التعبير. الأغنية الثانية اللي هي Take My Hand، وهي برضو من الأغاني المحببة الى قلبي، وفعليا هاي الأغنية نوعا ما كمان محزنة جدا. هي بتتكلم عن الحرية الزائفة اللي بيصور لك إياها الإعلام، إنه فقط هي الحرية اللي هم مثلا بيصور لك إياها، مع إنه فعليا هاي مش حرية، هي برضو السلاسل. المهم هون البطل بروح وببلش يناقش إخوانه بالكهف بحسب الأغنية، وطبعا هو ببلش هنا كمان يسمع زي صوت وشوشة وعدم ارتياح، وإخوانه كمان بيحسوا إنه فعليا هذا الشخص مش مزبوط، لازم نتخلص منه. فكمان ببلش هو كمان عشان يحاول ينقذ اخوانه باي طريقة، ببلش يبكي، ببلش يتجاههم، ببلش يستعمل كل الطاقة الممكنة عشان يطلعهم. حتى اغنية بتحكي يعني كلام فيما معناه انه امسك ايدي وتعال نطلع من هاي الغرف المظلمة، وتعال نوع مكان مثلا اولادنا مش لازم مثلا يتخبوا فيه، ومن هذا المعنى كله. طبعا هذا كله يعني نوعا ما اسقاطات للي بيصير مثلا بالشرق الاوسط، انه مثلا ليش مثلا ما نعمل مثلا صيغه انه مثلا بالناس بالشرق الاوسط، انهم الناس يقدروا يعيشوا بدون الخوف على اطفالنا في المستقبل، كانوا يهود، كانوا مسلمين، كانوا عرب، كانوا فلسطينيين، كانوا. بغض النظر عن هذا كله، فهي بتحاول توصل كمان رساله المعايشه السلميه. الاغنيه الثانيه هون فعليا بتيجي الأغنية تتحول وتبلش تنقلب الكاميرا من كلام البطل لإخوان البطل، فبلشوا الإخوان يتناقشوا فيما بيتهم إنهم كيف بدهم يودوا على أخوهم، كيف بدهم يودوا على كلامه اللي بخص الحرية إنه في عالم ثاني، فبلشوا يحاولوا يتخلصوا منه أو مثلا يودوا عليه بالأول بطريقة المجادلة، بطريقة إنه يقنعوه بوجهة نظرهم هم إنه الكهف هو الأحسن وإنه طلع هاي بقى هذا غلط. طبعا ما بيلاقوا أي حل، وطبعا بيظلوا يحاولوا انهم فعليا يظلوا يكذبوه على امل انه يسكت، ولكن على الفاضي. فما بيلاقوا حل افضل من انه يقتلوه ويدعوا انه هو المجنون وهم العاقلين، فالنهايه للاسف انه بيقتلوه. بعد هيك بنوصل لاخر اغنيه اللي هي فعليا بتحاول او بتضيف بعض الصلوات اليهوديه اللي هي فيما معناها انه الانسان مش مطالب انه ينهي عمله، ولكنه مش حر بالتخلي عنه مثلا. يعني بغض النظر عن هذا كله، هي نهايه الالبوم انه فعليا البطل بموت، وفعليا انا بالنسبه لي بحب هالفرقه كثير، فحبيت اني اعمل هذا الفيديو البسيط عن او اني احاول اوضح ايش بتحكي هاي الاخر او هذا الالبوم بالذات، لانه فعليا هذا الالبوم انا بحسه عبقري جدا.
من اول ما نزل وانا فعليا مش قادر ابطل اسمع فيه قد ما هو يعني ممتاز جدا. يعني انتوا هسه شفتوا كيف القصة بلشت من بعض التفكير الى انه مثلا يكسر اغلال التفكير عليه, بعد هيك يكسر الاغلال الثاني, بعد هيك يكسر اغلال المجتمع. يعني اشي مش طبيعي فعليا. وانا فعليا بنصحكم جميعا تسمعوا الالبوم حتى لو كانت فعليا نهايته محزنة, ولكن فعليا هذا هو الوقت, يعني هذا هو الواقع, يعني زي ما بيحكوا بالذات عندنا بالشرق الاوسط. طبعا في كثير اسقاطات بالالبوم على الشرق الاوسط, يعني حتى اغنية كيف بالاول اول الوحدة بيحكوا كلمة او جملة لا اله الا الله, ففي اسقاطات كثيرة زي ما احنا متعودين من فاقة اوفنت لاند. واذا بتحبوا ممكن اعمل كمان زي شوية كلام على البومهم All is One, لاني بحبوا كثير هالالبوم. المهم يعني بنهاية الفيديو كمان حاب اشكر هذا الشخص لانه هو كان كاتب مقال, وانا نوعا ما اخذت المقال والكلام اللي هو حكاه وحكيته باسلوبي, وطبعا ضفت بعض الاشياء اللي ما اقتنعت فيها من الاشياء اللي كتبها. بغض النظر عن هذا الكلام كله بتقدر تلاقوا المقال تاعه, بنصحكم تقرؤوه وتتابعوا هذا الشخص كمان. وبس ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي.